اه شغال كده كير تمام. كيرزار بيقول لك ايه؟ احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن حاجه اسمها الويف جينيريشن، وقلنا بالتفصيل الممل يعني ايه ويف جينيريشن، واتكلمنا على السبب الرئيسي للويف جينيريشن اللي هي كانت الويند، واتكلمت عن الويند بالتفصيل، وبعد كده اتكلمنا عن الطرق اللي انا بستخدمها عشان اقدر اوصل لمعاملات الموجه. قلنا معاملات الموجه اللي انا محتاجها كانت تي بيك وكان الاتش اس، وعرفنا الطريقتين اللي هي الاس ام بي اللي هي الشولينج مانوال بروتكشن والجون سواب ميثود، وقلنا ان انا عندي في الشولينج مانوال بروتكشن اللي هي الاس ام بي انا مطلوب مني فقط ان انا اعرف ايه؟ اعرف المعادلات، الكيرف مش عليك، لان الكيرف ما طلعش فيه حاجه اسمها فولي ديفلوبد سي. الفولي ديفلوبد سي زي ما قلت لك ان الفيتش كبيره والديوريشن كبيره، وبالتالي الاتش اس والتي بيك ما بيعتمدوش على الفيتش ولا الديوريشن، بيعتمدوا على السرعه فقط. تمام؟ وقلت لك في اخر جزء ان انا عندي حاجتين اللي انا ما اتكلمتش عليهم المره اللي فاتت، كان الويف جينيريشن، ان انا عندي حاجتين الدكتور ذكرهم وانا هشرح لك المسائل بتاعهم المره الجايه في بدايه السكشن الجاي اللي هو السكشن ده. كان اللي الدكتور ذكره؟ كان ذكر حاجه اسمها الدراج كوفيشنت، وذكر حاجه اسمها كيفيه حساب قيمه الاتش والتي بدلاله الدبس. تعال نتكلم عن الموضوع اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت. بيقول لك ايه يا باشمهندسين؟ بيقول لك ببساطه جدا ان انا عندي في حاجه اسمها سرعه الرياح. لا، بيقول لك ان سرعه الرياح دي بتسبب لي احتكاك مع سطح الميه، بتسبب لي حاجه اسمها سرعه الاحتكاك. سرعه احتكاك الرياح مع سطح الميه. تمام؟ فبيقول لك ان سرعه احتكاك الرياح مع سطح الميه او سرعه الاحتكاك عموما بتاع الرياح سواء كانت مع سطح الميه او مع الهواء نفسه، لان طبقات الهواء مع بعض بتبقى عامله احتكاك. بالاضافه لحاجه اسمها معامل السحب دراج كوفيشنت، الاثنين دول اقدر من خلاله ما اقدر احسب قيمه الاتش اس واقدر احسب التي بيك، زي ما انا كنت بحسب بالظبط كسرعه رياح. القوانين اللي عندي كانت بتقول ايه؟ بيقول لك ان الجي في الاتش اس، الكلام ده لو كان فل، لا انا كده لو كان فل على اليو ستار تربيع بيساوي 211 ونص، يبقى انا لو معايا اليو ستار ومعايا جي اقدر احسب الاتش اس، وكذلك نفس الكلام بالنسبه للتي فل. الكلام ده لو كان في الفولي ديفلوبد سي، يبقى في الفولي ديفلوبد سي في قانون تقدر من خلاله تحسب الاتش اس والتي بدلاله اليو ستار بس، نفس الفكره بتاعت اليو اي او نفس الفكره بتاعت اليو 10. اليو اي كنت بستخدمها في جينو سواب، اليو 10 كنت بستخدمها في اس ام بي، اليو ستار هستخدمها في حاجه اسمها سرعه الاحتكاك الرياح والدراج كوفيشنت. تمام؟ طيب اليو ستار دي اصلا اجيبها بدلاله ايه؟ بقول لك عشان اقدر احسب اليو ستار، فاليو ستار بتيجي بدلاله اليو 10، نفس الفكره بتاع اليو ادجاست اللي كانت بتساوي 0.71 يو 10 اس 1.32 من 100. يعني من الاخر يا باشمهندس، اليو ستار هتعامل معاها نفس معامله اليو ادجاست، الدراج كوفيشنت اللي هو السي دي بيساوي اليو ستار عليه 10 اس كل تربيع. طيب هندسه، انا عندي هنا مجهولين اثنين، السي دي واليو ستار، فيقول لك السي دي بدلاله اليو 10 بس بيساوي كام؟ 1 من 1000، افتح قوس 1 و1 زائد 35 من 1000 يو ستار، يو 10 اسف. يبقى يا باشمهندس لو انا جيت اقول لك حل لي المساله، فانت هتحلها من تحت لفوق مش من فوق لتحت. بمعنى اول خطوه من خطوات الحل انك تحسب لي السي دي بدلاله اليو 10، وبعد ما احسب السي دي ادخل المعادله بتاع اليو ستار واحسب اليو ستار بدلاله السي دي واليو 10، وبعد كده ادخل المعادلتين بتوع الاتش اس فل والتي فل واحسب قيمه التي والاتش تاني. يبقى الاولاني يا باشمهندس نبدا من الاول اهو عشان الناس اللي لسه داخله، الاس ام بي كانت بتعتمد على اليو 10، الجون سواب بيعتمد على اليو ادجاست، الطريقه بتاع سرعه الاحتكاك ومعامل السحب بتتعامل مع حاجه اسمها اليو ستار، سرعه احتكاك الرياح وكذلك معامل السحب بتاع الرياح. فانا قلت لك عندي كم منطقه؟ انا عندي ثلاث حلول.
يا اما فيتش ليميتد، يا اما ديوريشن ليميتد، يا اما فولي ديفلوبد سي. فنتعامل مع الفولي ديفلوبد سي لان هي الاسهل. الاسهل ليه؟ لان ما بيدخلش معايا اي حاجه من معاملات الفيتش ولا معاملات التي. فانا بقول لك في الاول ان لقيت القانون في اليو ستار، بقى عندي مجهول اليو ستار ما اعرفهاش يا باشمهندس. فدخلت عشان احسب اليو ستار لقيت حاجه اسمها الدراج كوفيشنت مجهول، فيبقى اول خطوه احسبها هي الدراج كوفيشنت. 1 من 100 في 1.1 من 10 زائد 35 من 1000 نيوتن. حسبت الدراج كوفيشنت، ادخل احسب اليو ستار وادخل اعوض واجيب الاتش اس والتي اس. الكلام ده لو كان في الفولي ديفلوب دي سي، يعني الفيتش كبيره جدا و اسمه ده اللي هو الديوريشن كبيره جدا. طيب لو انا قلت لك احسب لي نفس الخصائص الاتش اس للفيتش ليميتد، هتلاقي القانون بدلاله الفيتش. في مشكله في القانون يا جماعه. نفس المره اللي فاتت اللي انا اتكلمت عليه، ايه هو نفس المره اللي فاتت؟ يعني الجي 9.81، اليو ستار اللي انت لسه حاسبها، الاكس اللي هي الفيتل. ايه ده يا باشمهندس؟ ما هو نفس القانون بالظبط، واحسب الاتش اس ونفس الكلام بالنسبه للتيبيك. طيب اللي هو مديك تعريف اليو ستار. طيب الديوريشن ليميتد مش هتلاقيها موجود. طيب ليه؟ لان الطرق دي يا جماعه اللي هي الطرق الفيتش ليميتد بدلاله الدراج كوفيشنت وبدلاله اللي اسمه ده اللي هي الفراكشن ويند سبيد، اللي كان اختراعهم اساسا اللي كان اختراعهم كانت الاس ام بي. الاس ام بي اللي هو الشور اللي هم العلماء اللي كانوا شغالين فيها، الشور مانوال بروتكشن. هل كان في الشور مانوال بروتكشن عندك حاجه تحسب بيها الاتش والتي بيك بدلاله الديوريشن؟ الناس اللي ذكرت لا، ما بدلاله الاكس بس يا باشمهندس. نفس الفكره صح، اللي هو بنفس الاكس. هتلاقي دايما في القوانين، اي قوانين تبع الاس ام بي، اي قوانين تبع الاس ام بي هتلاقي الكلام ده. هتقول لي يا باشمهندس ما هو طلع فيه فولت فولب ده هو بس في الاس ام بي. بالظبط الكلام ده بقى يا جماعه في حاجه اسمها التعديلات بتاع الطريقه، تعديلات الطريقه. ولحد دلوقتي على فكره شغالين عشان يوصلوا للتي واتش بدلاله التي. وده لو حصل فالطريقه دي هتعتمد زي الجينوسواب بالظبط كرياضيا كايكيوشنز. هم قدروا يدوروا حاجه يحسبوا بيها الفولي ديفلوب دي سي بس مش بدلاله اليو 10، بدلاله اليو ستار. طيب يا هندسه، ما اليو ستار واليو 10 واحد بالظبط، بس بقى عندك نفس المشكله ان انا مش هقدر احسب بدلاله الديوريشن ليميتد. فنرجع ونقول نفس الكلام ان الاس ام بي فيها عيوب، فعشان فيها عيوب لجانا لطريقه الجينوسواب ميثود. جينوسواب ميثود طريقه متكامله، اقدر احسب فيتش ديوريشن فولي ديفولوبد سواء كانت كيرفات او سواء كانت معادلات. طيب يا هندسه انت بتدينا الكلام ده كله ليه؟ انا بديك الكلام ده كله عشان اعرفك ان ساعات العلم بيحاول يتحايل على الموقف ويلاقي حلول، فلاقي حلول بالنسبه للفولي ديفولوبد سي زي ما انت شايف كده، بس ما لقاش حلول بالنسبه للديوريشن ليميتد لحد دلوقتي. طيب المساله هتجي لك ازاي؟ المساله بتاعت الجزء ده هتجي لك ازاي؟ انا زي ما قلت لك الحاجات دي هبعتها لك النهارده بالليل. هي دي. باشمهندس معلش، الكيرفات بتاع المره اللي فاتت معلش جه امر اختلط عليا. ايه يا محمد؟ الاثنين ديوريشن، الاثنين ديوريشن اللي احنا بنطلعهم، واحد كان التي بي والتاني كان ايه؟ التي سمول، التي اللي انا ما بطلعش اتنين تي، ده في اللي فات في الاخير. التي سمول بيرمز ليها للديوريشن اللي هي الويند ديوريشن، التي كابيتال اللي هي التي بيك بيرمز ليها للويف الويف تايم بيريد. تاني معلش يا باشمهندس الصوت قطع كده تاني. التي سمول بيرمز ليها للويند ديوريشن وهتلاقيها بالمينتس والاور. التي بيك البيك ويف بيريود اللي هي التايم بيريود. وهتلاقيها بيرمز ليها بالرمز سكند. تمام. تمام؟ تمام.
انا عشان اثبت لكم الكلام اللي انا قلته وعشان يخلصوا من طريقه الاس ام بي خالص، هتلاقي الدكتور حتى يعني بص هتلاقي في شرح الدكتور قال لك ان الطريقتين دول تبع الاس ام بي، لكن لما جم يعني الطريقه اللي انا لسه شرحها حالا اهو اللي هي سواء كانت الفيتش ليميتد او الفولو ديفلوبد، لما جم يتعاملوا لانه دلوقتي اس ام بي ما عادش حد بيستخدمها تقريبا، هتلاقيهم دلوقتي الطريقه دي والطريقه دي حاطينها تحت جينوسواب ميثود. طيب تسال نفس انا بص الكلام ده كله في العلم، لكن انت دعوه على ان الكلام كبير قوي في البحث العلمي. طب هو بيعمل كده ليه اصلا؟ هو بيعمل كده عشان لما يبدا يطور الطريقه يبدا معاه طريقه كامله متكامله اللي هي انه طريقه اللي هي بتاع جينوسواب، يبقى من خلال جينوسواب هيقدر يطبق بكل السرعات الادجاست بدلاله اليوتيرن، ويقدر يطبق بدلاله الدراج كوفيشنت بدلاله اليوستار، يقدر يحسب الاتش والتي. فهتلاقي الدكتور حتى في السؤال بيقول لك ايه using جينوسواب ميثود فورمولاشنز فاينز سيجنيفيكانت واي فايف. انا عايزك تفتحوا الكتاب بقى صفحه كام، الناس اللي معاها الشرطات بعد اذنك افتح الشرط، الناس اللي معاها الشرطات صفحه 11، صفحه 11 هتلاقي مكتوب ايه جينوسواب ميثود، طريق جينوسواب. مديك ايه في الاول؟ اكتب معايا عشان الناس اللي مفروض بتذاكر. اول قانونين اعمل عليهم سهم كده واكتب جنبهم فيك. تاني قانونين اعمل عليهم سهم كده واكتب جنبهم تي سمول ديوريشن. تالت قانونين اعمل عليهم سهم كده واكتب جنبهم فولي ديفلوبد سي. يبقى انا عندي كام قانون في صفحه 11؟ ايه؟ ممنوع نكتب في الكتاب ده عشان ياخدوا معانا يا عم. انت اكتب بالرصاص، انا اللي بقول لك اكتب. تمام. اول قانونين نعمل عليهم سهم كده ونكتب جنبهم جينوسواب اللي هي الفيتش ليميتد. تاني قانونين نعمل عليهم سهم ونكتب جنبهم ديوريشن ليميتد. الاثنين اللي في الاخر فولي ديفلوبد سي. تمام. الاثنين اللي بعدهم فولي ديفلوبد سي وتكتب جنبهم حساب الفيتش وحساب الديوريشن. القانونين اللي بعدهم حساب اتش اس والتي بي بدلاله اليوستار. ايه معلش من الاول احسن النت بيقطع خالص. معلش هو النت بيقطع عندي ولا عندك؟ صوت انا بيقطع يا جماعه؟ لا هو عند طارق بس. اول قانونين يا طارق، اول قانونين احنا في صفحه 11 جينوسواب ميثود. اول قانونين اكتب جنبهم فيتش ليميتد. تاني قانونين اكتب جنبهم ديوريشن ليميتد. ثالث قانونين اكتب جنبهم فولي ديفلوبد سي. كده انا خلصت من جينوسواب ميثود بالنسبه للكيرفات والمعادلات. بعد كده صفحه 12، صفحه 12 اول قانونين واحد بيحسب الديوريشن والتاني بيحسب الفيتش بس اد فولي ديفلوبد سي. القانونين اللي بعدهم ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي الدراج كوفيشنت مع فريكشن ويند سبيد. القانونين دول اقدر احسب من خلالهم الاتش اس والتيبيك ات فولي ديفلوبد سي بدلاله اليو ستار. القانونين اللي بعدهم اقدر احسب الاتش اس والتيبيك بدلاله اليو ستار بس بخلال الفيتش ليميتد، لان انا ما عنديش هنا زي ما قلت لك لسه ما لقوش قوانين للتي لحد دلوقتي. اخر حاجه كيفيه حساب ال HS والتي بيك لو دخل معايا في حسابي الدبس اللي هو الووتر دبس. فتعال نشوف المساله بتقول ايه يا باشمهندس. بيقول لك استخدم جينوسواب عشان تجيب لي ال HS وتجيب التي بيك. بيقول لك ايه باي امين ويند فيلوسيتي اللي هي السرعه المتوسطه 1.8 متر على الثانيه بلوينج 15 متر اوفر 50 كيلو متر فيتش اوف ذا اوشن سيرفيس. تاني
بيقول لك ان انا عندي سرعه متوسطه مقدارها 31.8 متر على الثانيه بتهبط على 15 متر اعلى فيت لمقدارها 50 كيلومتر اف ذا اوشن سيرفيس. اضافيا بالاضافه يعني احسب لي قيمه الدراج كوفيشنت واحسب لي الفريكشن فيلوسيتي. هو مديك ايه؟ مديك هنا في المساله مديك اليو 10 ولا مديك اليو عند 15 متر؟ هو مديني اليو كده وين 15 متر لازم اروح احولها ليو 10. يبقى اول حاجه تحسبها لي هي اليو 10. احسب اليو 10 ازاي؟ القانون اللي انا قلت لك المره اللي فاتت ان اليو 10 بتساوي اليو زد 10 على زد اس 7. هو مديك اليو زد اللي هي ب 15، مديك السرعه عندها ب 31.8 والزد ب 15، يبقى اليو 10 بتساوي 31.8 في 10 على 15 اس 7. حسبت اليو 10 تمام. بعد كده خد بالك هو مطلوب منك حاجات بسيطه، هو ما طلبش منك تحسب لي ريت لسه حتى والتبيك، هو طالب منك تحسب السي دي وتحسب الفريكشن فيلوسيتي. لان خد بالك في المساله دي انا اقدر احسب التي والاتل بدلاله اليو 10 اس ام بي اليو ادجاست اللي هي طريقه لينوسواب، واقدر احسب التي بدلاله الدراج كوفيشنت والريتلين فيلوسيتي لو حسبتهم بدلاله اليو 10. طيب ازاي احسب الدراج كوفيشنت وازاي احسب الفريكشن فيلوسيتي؟ القوانين بتاعهم فين؟ ايه هندسه؟ ان السي دي بتساوي 1 من 1000 1 و1 زائد 35 من 1000 يو 10 بقى كله معايا، وحتى اليو 10 معايا احسب الدراج كوفيشنت، فهتلاقي السي دي بتساوي ايه؟ 1 من 1000 1 و1 زائد 35 من 1000 يو 10. حسبت كده الدراج كوفيشنت. اليو ستار بتساوي ايه؟ السي دي بتساوي يو ستار على اليو 10 اس كل تربيع، اقدر احسب لنا اليو ستار. طيب لو انا حسبت اليو ستار وقال لك احسب لي قيم الاتل اس والتي بيك بدلاله اليو ستار، لو هو كان طلب ده مش مطلوب على فكره في السؤال هنا، لكن لو هو طلبه بتحسبه بدلاله اليو ستار. لا اسف، هو فايند ذا سيجنيفيكانت ويف هايت اند ذا سبيكترال ويف فيريود. مطلوب منك اهو اول حاجه اللي هي الاتل اس والاتل والتي بيك. والله انا اقدر استخدم الجينوسواب هندسه، اقدر استخدم جينوسواب على فكره وما حدش يقدر يتكلم معاك، يعني اقدر استخدم اللي هو الكيرف ده يا جماعه بدلاله اليو ادجاست واحسب التي بيك والاتل اس. طيب هو هنا الدكتور عمل ايه؟ الدكتور بس عشان يعرفك ان انا ممكن احسبها كمان بدلاله الدراج كوفيشنت، احسبها بدلاله الدراج كوفيشنت. احسبها ازاي؟ معلش انا عايز بس اوصل للمساله. اهي دي. قال لك ايه؟ الجي في الاتل اس على اليو ستار التربيع بتساوي 4 13 من 100 10 سالب 2 جي اكس على اليو ستار كل تربيع اس نص وهكذا. ادخل من احسب الاتل اس وادخل من احسب التي بيك، يبقى انا كده حسبت الاتل اس والتي بيك. ده اول حل. ثاني حل يا باشمهندسين ان ادخل في انهي قوانين؟ افتح معايا صفحه 11. اول قانونين بدلاله اليو ادجاست، اروح احسب الادجاست ويند سبيد واحسب الادجاست ويند سبيد واعوض في القانونين دول اجيب الاتل اس واجيب التي بيك. ده تاني حل. ثالث حل ان انا ادخل الكيرف صفحه 14. انا بعرفك ان المساله دي لها اكتر من حل، بس انا استخدمت اسهل حل فيهم اللي هو حل جبت اليو ستار وعوضت بيه. ثالث حل افتح الكيرف صفحه 14، هحسب اليو ادجاست بدلاله اليو 10 معايا الفيك وادخل اجيب التي بيك والاتل اس بدلاله الكيرف. يبقى انت عندك في المساله ثلاث حلول، الحل اللي انت عايزه حل بيه. طيب لو هو في الامتحان حدد لك حل قال لك كالكوليت سيجنيفيكانت ويف هايت اند البيك بيريود ان ذا كونتكست اوف دراج كوفيشنت اند فريكشن ويند سبيد، في الحاله دي فانت مضطر ومجبر انك تحل الطريقه واحده اللي هي الطريقه دي، واي طريقه ثانيه هتحل بيها غلط. باشمهندس يا محمد اتفضل. معلش انا بتلخبط بس في حاجه، هو انا كده كده الجينوسكوب اساسا مديني ثلاث او ست قوانين في الثلاث حالات اللي انا ممكن يعني ليه احسب عندها، ليه بقى جايب لي قوانين ثانيه باليو ستار؟ يعني القوانين الاولانيه بس انو دي انو قوانين؟ انا معايا هو القوانين في حاله لو انا كنت في الفول ديفلوب او مش فول ديفلوب او اللي هو اسمها ايه اللي هي ليميتد تمام. ف
فانا ايه اللي يحسب لك التي والاتل بدلاله الاف والاسمه ده بس الاف واليو ادجست بس. طيب لو انا عندي اف ويو ادجست والتي سمول فانا هضطر احسب بالفيلت ليميتد واحسب الديوريشن ليميتد واخد الاتل الاقل. تمام، انا قصدي مفيش هنا تقصير يعني، ما هو معايا المعادلات هتحسب لي كل حاجه، ليه اداني معادلات اضافيه احسب بيها اليوستر يعني؟ لان انت ممكن في الامتحان الدكتور يديك اليوستر على طول. تمام، انا بس اللي فوق ده يحسب لي كله عادي مفيهاش مشكله. هو انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ مش انا قلت ان الثلاثه يوصلوا لنفس الحل؟ تمام. طيب اللي اليوستر عندي هنا في اتنين قانونين في حاله ال الفول ديفلوب، وقانونين تانيين هما في الحاله اللي هي ايه اللي مش فول ديفلوب صح؟ بس هنا بس دي الفيتش ليميتد بس، انما عارف ان الفيتش ليميتد ما انا ده طب الخص الكلام عشان تبقى فاهم. تمام، في الامتحان لو الدكتور مديك اليو الاكس او الاف والتي سمول فانت مجبر تحل بحاجه من الاثنين، يا قوانين السواب اللي هي الاربع قوانين الاولانيين، يا تحل بالكيرف وتاخد الاكس الصغيره في الحالتين. تمام، لو الدكتور في الامتحان مديك يو تي بس يو ايه وتي بس تي سمول فانا مضطر احل بحالتين، يا اما احل بدينوسواب القانون بتاع الديوريشن يا اما احل بالكيرف بس، ما قداميش حل اي حل تاني. لو في الامتحان الدكتور اداك اليو 10 فانت قدامك طريقين، ان انا احسب الادجست ويند سبيد وادخل معادلات للنسواب الاصليه، او ان انا احسب اليو ستار وادخل معادلات للنسواب بدلاله الفراكلين كوفيشنت. الاثنين صح، انه الاصح انه الافضل انك تدخل بدلاله معادلات للنسواب الاصليه، سواء كان هتدخل الكيرف او هتدخل اول 3 او 4 معادلات. امتى استخدم الفريكشن كوفيشنت؟ حاله واحده، لو هو طلب منك تحسبها او ان هو حدد لك الحل بطريقتها. طب هما ليه بتكرروا اساسا القوانين الثانيه؟ لان اللي هي القوانين بتاعه فريكشن اللي هي البليو ستار، لان بعض الاحيان في بعض الاحيان بيبقى تاثير الاحتكاك اكبر من سرعه الرياح نفسه، فيقول لك ايه يعني ايه تاثير؟ بيقول لك الرياح تبقى سرعتها كبيره جدا، فبيقول لك السرعه الكبيره دي ممكن تعمل لك مشكله وما تلاقيش جوه الجدول، ففي الحاله دي اعمل ايه؟ تمام جدا، لكن احنا هنلتزم بقى بالدكتور قال لنا اللي دي حد خلاص. تمام، اللي هو في الاخر زي ما انا وريت لكم الامتحان جينوسواب في الاخر يعني بتحل كل حاجه اللي هي الكيرف والاربع معادلات الاولانيين، لكن الطرق الثانيه اللي هم بتكرروها ده محمد لاسباب خاصه جدا، يعني مثلا عندك اعصار سرعه الرياح وصلت مثلا، يعني هنشوف لو انت جيت تبص للكيرف اكبر سرعه كام؟ 50 متر على الثانيه. اعصار مثلا وصلت سرعه الرياح ل 70 متر على الثانيه، هتعمل ايه؟ مش هتعرف توصل لارتفاع الموجه المناظر ليها. طيب يعمل ايه؟ فاقوم رايح حاسب اليو ستار، هتلاقي طبعا اليو ستار اقل من اليو بتاع كبير جدا، وهم رايح معاوض في المعادلات بتاعه، او ان انا اقعد في معادلات للنسواب على طول كده. تمام كده، تمام تمام جدا. مسألة انا عايز اعرف المسألة الاخيرة بقى اللي هي اخر قوانين اللي هي الدكتور شرحها كل مرة اللي فاتت. الطريقة دي يا جماعة بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا طلب منك الدكتور طلب منك انك تحسب الـ HS والـ TBIC بدلالة الدبس، دي ما جاتش في الامتحان ولا مرة، ولا الدراك وفيشن اللي جه في الامتحان ولا مره. انا بشرحهم بس لان الدكتور شرحهم من الاخر، بعرفك والله ما كنت عايز اشرحهم اصلا. طيب في الحاله دي هعمل ايه؟ هتلاقي الدكتور في المساله مديك كل حاجه وطالب منك ايه تلس وتبيك. وعلى فكره مشكله المساله دي ما افتكرتهاش على الحاسبه، انا ما اعرفش انت هتحلوها ازاي بصراحه. انا جيت اكتب اللي فوق دي على الحاسبه، لا الحاسبه ما بتعرفش تكتبها كلها. فانا عشان كده بقول لك الدكتور ما جابهاش ولا مره في الامتحان. طيب المساله بتيجي ازاي؟ هو ما وقفش عليها اصلا يا هندسه، ما شرحهاش؟ ما وقفش عليها، ما اتكلمش فيها. طب خلاص شكرا، انا مش عايز اشرح اصلا. هو قال اصلا ركزوا على عجن السواب. ما انا عجن السواب دي المهمه، ما انا عارف. انا بقول لك انا بس كنت هشرح المساله بتاع الجزء ده، لان بس هي ما بتجيش يعني ما جاتش ولا مره. اشرحها برضو كده تحسبا. اشرحها تحسبا ولا ما اشرحهاش عشان نبدا في السكشن بتاع النهارده؟ والله هو جاب سيرتها؟ لا ما شرحهاش. خلاص يبقى ما تجيش بالك، عمرها ما تجي لك. تعالى نبدا مع بعض بقى، هنعوض بالدبس بس النهارده، لان درس النهارده ممتع
بص انتوا معاكم ثلاث سكاشن سهلين جدا قبل الفاينل، ثلاث سكاشن اسهل من بعض، ده بدايته. ايه الويف ترانسفورميشن يا باشمهندس؟ بقول لك ببساطه جدا، الويف ترانسفورميشن هي يقصد بيها التحولات اللي هتحصل للموجه لما تيجي تتحرك من منطقه السي لمنطقه السويل، او بمعنى صح لما الموجه تتحرك من الديب ووتر في اتجاه الشاطئ. بقول لك طيب ايه اللي بيتحكم لي الاوت لاينز بتاعنا؟ هيبقى الانترودكشن، وهنتكلم عن الشولينج باقتضاب جدا، يعني هنتكلم عنه لان الشولينج اصلا انا شرحته قبل كده، بس انا اقول لك شرحته ازاي. تمام. بيقول لك عشان اقدر اوصل للويف ترانسفورميشن فانا عندي قانونين مهمين جدا. اول قانون اسمه او معادله تشتت الطاقه. المعادله دي بتجي لك في الامتحان كنظري، موجودة صفحة كام؟ صفحة 2. صفحة 2 هتلاقي فيها علاقة اسمها depression relationship. في الامتحان الدكتور لو قال لك اكتب لي معادلة تشتت الطاقة، بتكتب له المعادلة دي. الأوميجا سكوير بتساوي الجي كي، الجي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، الكي اللي هو الويف نمبر اللي هو بيساوي 2 باي على ال، تانش كي دي الدي اللي هو عمق المية. فبقول لك ان اللي بيتحكم لي في الويف ترانسفورميشن او تحكمات اللي هي تحولات الموجه، ده كان اول قانون فيهم اللي هو معادله تشتت الطاقه او الويف بروبيجيشن ايكويشن. تمام. تاني قانون هو قانون بقاء الطاقه اللي هو كونفرزيشن اوف انرجي فلكس او الويف باور ايكويشن. ايه الويف باور ايكويشن اللي انا كنت درستها لك؟ البي. طيب ايه الانرجي اللي انا كنت درسته لك؟ التمن رو جي اتش سكوير. يبقى اللي بيتحكم يا جماعه ان الموجه تفضل ماشيه في اتجاهها من غير ما يحصل لها تغيرات او الموجه تتغير، قانونين: قانون بقاء الطاقه وقانون او معادله تشتت الطاقه. طيب تركز معايا هنا، القانون ده ايه المعامل اللي بيأثر بالنسبه لي؟ لو جينا نشوف الجي ده ثابت، الكي 2 باي على ال، يبقى ال اللي بيأثر، تان كي دي يبقى الدي بيأثر. يبقى اكتر معاملين بيأثروا وبيتأثروا بالنسبه لما الموجه تتحرك من الديب ووتر للشال ووتر هو الاتش والال. ال قلنا لما بتحول من الديب ووتر للشال ووتر اللي بيحصل فيه بيقل، صح؟ مش انا اتكلمت ده اصلا في اول باب لما قلت لك ان الاتش والال والتي والسي ثوابت في الديب ووتر، لكن الاتش والال والتي والسي بيتغيروا لما بدخل من الديب ووتر لمنطقه الشال ووتر. الاتش بيتغير، وساعتها ما قلتلكش هو بيزيد ولا بيقل، وقلت لك ان هو في ممكن يقل وممكن يزيد، ممكن يقل وممكن يزيد بناء على ايه؟ بناء على التحولات اللي بتحصل في الموجه. اذا كانت الموجه هتتاثر بشولينج ولا ريفريكشن ولا ديفراكشن ولا بريكنج. طيب والال، قلت لك دايما الال بيقل، وده اللي بيخلي السي دايما يقل. تمام. يبقى تحولات الامواج القانونين اللي مرتبطين بيهم واللي بيخليهم يحصلوا هي معادله تشتت الطاقه وقانون بقاء الطاقه. طيب ايه اول ظواهر او ايه اول تحولات ممكن تحصل لك؟ تعريف الويف ترانسفورميشن الاول يا جماعه، بيقول لك ان هو بيصف ما يحدث للموجه عند تحركها من منطقه المياه العميقه الى منطقه المياه الضحله. ليه؟ بيقول لك بعد ما الموجه بتوصل للحد الفاصل بين المياه العميقه والمياه الانتقاليه بتبدا الموجه تحس بوجود القاع، وبالتالي يبدا خصائصها تتغير، وكنا اتكلمنا في ده حتى في شكل تحرك الجزيئات. قلنا ان شكل تحرك الجزيئات في الديب ووتر بيبقى دائري، لكن في الترانزيشن ووتر بيبقى اليبسويد او قطع ناقص. تمام. ده اللي هو كان بدايه، وقلت لك ده كان بدايه تاثير القاع عندي، وقلت لك ان القاع ده هيأثر لي بعدين في حاجه اسمها الويف ترانسفورميشن على حاجه اسمها الاتش. النهارده هنحسب مع بعض ازاي نقدر نحسب الاتش اللي حصلت في منطقه الترانزيشنز او الشال ووتر بدلاله الاتش اللي حصلت في الديب ووتر.
تمام. طيب ايه اكتر حاجات بتتاثر او الخصائص اللي بتتاثر؟ الارتفاع، الاتجاه، السرعه، والطول الموجي. الارتفاع وده هنتكلم عليه بالتفصيل النهارده. الاتجاه السيكلن الجاي في حاجه اسمها ريفراكشن. السرعه واتكلمنا عليه اصلا بالفعل في اول باب لما قلت لك ان السي بتساوي ال على تي. لما ال تتغير السي بتتغير، ال لما تقل يبقى السي بتقل. والطول الموجي نفس الكلام اتكلمنا عليه ان هو بيقل لما بتحرك من الديب ووتر للشالو ووتر. طيب ايه اشهر التاثيرات او التحولات اللي عندي؟ خمس تحولات. اول حاجه اسمها الضحوله، وما بين قوسين كده انا عايز الناس اللي بتكتب بالانجليزي تكتب ورايا شولينج، اس اتش او اي ال اي ان جي، شولينج. ومعامل الضحوله اسمه كي اس، يعني كي كوفيشنت اوف شولينج. تاني تحول بيحصل عندي حاجه اسمها الانكسار. الانكسار يعني ريفراكشن، ار اي اف ار اي سي تي اي او ان، ريفراكشن الانكسار. وده بيحصل لما الموجه تغير اتجاهها من الديب ووتر للشالو ووتر، وده هندرسه مع بعض بالتفصيل الممل السكشن الجاي ان شاء الله. كمان الانتشار ديفراكشن. ديفراكشن يعني الانتشار. يعني ايه انتشار؟ بيقول لك والله هندسه لو كان عندي مثلا حاجه وقفت في اتجاه الموجه وهي بتتحرك، ايه اللي هيحصل للموجه؟ هنعرف مع بعض دلوقتي في التعريفات بتاعتهم. ده برضو هيبقى السكشن الجاي. يبقى السكشن الجاي انكسار وانتشار. الانعكاس، الانعكاس اسمه ريفلكشن. ريفلكشن ار اي اف ال اي سي تي اي او ان. الدحوله شولينج، الانكسار ريفراكشن، الانتشار ديفراكشن، الانعكاس ريفلكشن. تمام. الانعكاس ده يا باشمهندسين لو الموجه بتتحرك وقابلت جدار قدامها فهي هتضطر تنعكس او هتغير من اتجاهها انها تصطدم في الجدار وتنعكس، وهنعرف ده دلوقتي مع بعض. اخر حاجه اللي هي التكسر اللي هي البريكنج. ولازم دايما الدكتور لو جالك في الامتحان وقال لك وات از ويف ترانسفورميشن، فانت محتاج تعرف له التعريف وتقول له ان هي بتصف ما يحدث للموجه عند تحركها من المياه العميقه للمياه الضحله، وتقول له ان هي بتاثر على خصائص ارتفاع اتجاه سرعه طول موجي، وتكتب ان اهم التحولات اللي بتحصل او اهم ظواهر الويف ترانسفورميشن ضحوله، انكسار، انتشار، انعكاس، تكسر. الانكسار بس بالانجليزي تاني كان اسمها ايه؟ ايه؟ الانكسار بالانجليزي ريفراكشن. ريفراكشن ار اي اف ار اي سي تي اي او ان. تمام. حد منا واقف هنا يا جماعه في مشكله؟ انا عايز الناس النهارده تكون مركزه. الدرس النهارده سهل بفترة. درس النهارده المساله بتيجي بالامتحان 25 درجه، يعني هي بتبقى على الثلاث السكن النهارده والسكن الجاي، مش في جيبك. انا عايزك بس تحط جيبك كده تلاقي ال 25 في ايدك. حد من الوقت انا مش عارف من الاول كده هندسه مع الدكتور ايه؟ خايف يطلع زي الترم الاول. يا محمد انت مش نجحت في الترم الاول؟ نجحت اه بس برضه يعني عايز ايه تاني؟ برضه ايه يعني؟ في ناس فيكوا جايبه 125 وهي اصلا ما يعني حل المساله غلط بدون ذكر اسمك يا عم محمد. هقول محمد دي بس مش هقول بعدين. المهم نكمل. لا يا محمد ما تقلقش، انا هعمل لكم يا جماعه مراجعه قبل الفاينل، مراجعه احل معاكم امتحان. ماشي، يعني هعمل لكم قبل الفاينل مراجعه احل معاكم امتحان، امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت اللي هو الدكتور احمد كان بيدرسه، اللي هو اصلا المفروض الامتحان هيجي زيه. تمام. كلام هو ده الكلام، هو ده الكلام. ما انت مش ما انا اللي عمال احضر ويطلع عين امي وانت جاي تاخد على الجهاز. ماشي يا عم طارق. يا عم احنا اخوات ما تقولش كده. حبيبي المهم يعني يا جماعه ان شاء الله انتم معزومين. المناقشه بتاع يوم 25/5، فمش عايزكم كلكم تيجوا، انا عايز بس اللي يجي يجيب معاه اكله وشربه عشان ما يجيش يقول انت ما اكلتنيش ليه، لانهم رفضوا ان يدوا الاكل. المهم تعالى نتكلم وبعد كده نتكلم في المناقشه في الاخر. دي يا جماعه الرسمة اللي بتوضح لك معظم الظواهر اللي بتحصل بالنسبة للقاع. بص ده خط الشطر. لو المية بتتحرك، لو الموجة بتتحرك عموديا على الشط بدون وجود أي تأثير للاتجاه، اكتب ده تعريف كده شولينج. المية بتتحرك عموديا على الشط بدون ما يبقى موجود أي تأثير للاتجاه.
المعامل الوحيد اللي بيأثر معايا بشمهندسين هو عمق القاع. المعامل الوحيد اللي بيأثر معايا هو عمق القاع، عشان كده بنسمي المعامل ده معامل الضحولة. ليه معامل الضحولة؟ لأن عمق القاع عمال بيقل، فالمية بتتحول من مياه عميقة لمياه ضحلة، فعشان كده سميناها ضحولة. شولينج كوفيشنت كي شولينج. طيب لو كانت الموجة جاية باتجاه مش عمودية على الشط زي ما انت شايف كده، الموجة جاية في اتجاه معين، في الحالة دي الموجة غصب عنها بتتكسر، مش بتتكسر آسف، بتنكسر، لأن في فرق بين التكسر والانكسار. بيحصل لها انكسار، بيحصل لها ريفراكشن، وهندرس مع بعض ده بيحصل ازاي المرة الجاية. طيب لو الموجة جاية باشمهندسين ولقت عائق، الموجة هتخبط هنا وترتد. لو الموجة خبطت وارتدت في الحالة دي بنسميها ريفلكشن، انعكاس. طيب يا هندسة، الموجة انت شايف ان الموجة ماشية زي الفل وجميلة وعسل ايه، وفجأة تشتتت عند شط او عند البيت، في الحالة دي بنسميها التكسر، ان الموجة بتتكسر قبل الشط بمسافة معينة، اسمها التكسر بريكينج. طيب الموجة يا باشمهندسين لو حابه تدخل من حاجزين الامواج دول، بقول لك الموجه لو حابه تدخل من حاجزين الامواج دول بيحصل لها انتقال لطاقه الموجه عرضيا. الموجه بص ماشيه ازاي، اللي حصل للموجه حصل لها انتقال عرضي. لو حصل لها انتقال عرضي بيسمي ده اسمه انتشار او ديفراكشن. تعال نتكلم عن معامل. معامل اول معامل هنتكلم عليها يا جماعه هو الشولينج. شولينج يعني ضحوله. ايه هو تعريف الضحوله؟ ببساطه جدا بقول لك الضحوله هو التغير في ارتفاع وخصائص الموجه نتيجه تغير في عمق المياه، بحيث يبدا يظهر تاثير القاع على الموجه، ويرمز له بالرمز كيس. يرمز له بالرمز كيس، يعني كي شولينج. تمام، في حد عنده مشكله يا جماعه في التعريف؟ في حد عنده مشكله في التعريف؟ لا. تمام تمام. ده يظهر لك فين الرسمه دي؟ انا اديتها لك فين الاول خالص لما كنا بنقول اول باب اول سكشن يا باشمهندس؟ فاكر لما انا قلت لك ان انا عندي هيبقى في ثلاث اسابيع رخمين بعد كده هرجع لنفس اللي انا كنت بدرسه؟ هو ده يا جماعه. المنطقه دي منطقه الديب ووتر، ان الدي على ال نود تكون اكبر من نص، او العمق يكون العمق اكبر من الطول الموجي على الاثنين، من نص الطول الموجي. في الحاله دي ما بيبقاش يظهر تاثير للقاع. طيب بعد كده بيبدا يظهر تاثير القاع. تاثير القاع بيظهر فين؟ في الخصائص، الارتفاع والطول الموجي وهكذا. فهتلاقي هنا اللي بيحصل للاتش، يقول لك ان الاتش هنا بتبقى متغيره. ازاي؟ ايه رايك، ايه علاقه الاتش هنا في المنطقه دي بالاتش هنا، بالاتش اللي في الاول هنا؟ ايه اللي بيحصل في الاتش؟ ركز يا ابني، ايه اللي بيحصل للاتش؟ ايه اللي عندك؟ الاتش هتلاقيها قلت بعد ما اتحركنا من الديب ووتر. بص هنا اتش اكبر من هنا، حاجات بسيطه جدا اللي هو معامل الضحوله. طيب في الاول هنا اكبر ولا اصغر؟ في الاول هنا اتش دي، يعني بص اللي انا اعلم عليها دي اكبر ولا اصغر من اتش دي؟ اكبر. اكبر ايه ده هندسه؟ ما انا عشان كده قلت لك في اول باب ان ما ينفعش اقول ان الاتش بتقل ولا بتزيد. اتش بتقل في مناطق وبتزيد من مناطق. بمجرد ما الموجه اتحولت من الديب ووتر للترانزيشن للشال ووتر، فالاتش في الديب ووتر كانت ليها سمات معينه ثابته دايما اتش نوت. لما دخلنا الترانزيشن قلت بدلاله الكي اس. طب خد بالك انا دخلت دلوقتي معامل واحد اسمه الشولينج. طيب لو الريفليكشن دخل ممكن نزودها. ايه ده هندسه، هي احنا هنقعد بقى نلعب كوتشينه؟ فانا عشان كده قلت لك اتش متغيره، مش هقول انها بتزيد ولا هقول انها بتقل،
متغيرة بدلالة المعاملات الأربعة اللي أنا اتكلمت عليهم، ونشيل التكسر يبقى ثلاث معاملات: diffraction, refraction, shoaling. دول المعاملات الرئيسية اللي بتأثر على الموجة عند انتقالها من الديب ووتر للترانزيشن، لأن البريكنج بتحصل بالقرب من الشاطئ، ده منطقة البريكنج يا جماعة، والانعكاس بيحصل لو كان في حاجز عكس المية، وده ما حصلش عندي في الشكل قدام. تمام؟ ده تعريف الشولينج وده تأثير الشولينج. طيب لو اتكلمنا على ريفراكشن، لو اتكلمنا على ريفراكشن، ريفراكشن يعني انكسار. يعني انكسار؟ بقولك الموجة لما بتتحرك بزاوية معينة بالنسبة لاتجاه الشاطئ، الموجة دي بتفضل محتفظة بالاتجاه ده لحد مسافة معينة. ايه المسافة دي؟ تفضل محتفظة بالاتجاه بتاعها لحد الديب ووتر، اللي هو الخط الفاصل ما بين الديب ووتر والترانزيشن، اللي هو كام؟ دي على ال نوت بتساوي نص. بعد ما تبدا تدخل للمياه الانتقاليه، فالموجه بتبدا تغير من اتجاهها عشان توصل عموديه على خط الشط. تغيير اتجاه الموجه ده، تغيير اتجاه الموجه عشان تدخل ويكون عموديه على خط الشط، ده اللي بنسميه ريفراكشن او انكسار الموجه. بيظهر لي ازاي يا باشمهندس؟ شايف الرسم ده؟ شايف الموجة جاية لك ازاي؟ الموجة جاية في اتجاه. طيب ايه اللي بيحصل في الموجة؟ الموجة عمالة تغير اتجاه لحد ما توصل عموديها على خط الشط، اهي زي ما انت شايف كده. ده باينة في صورة واقعية، انا جبت لك من صورة، ده انيميشن. دي الصورة ايه؟ شوف اللي بيحصل، خطوط الانكسار عمالة، ايه اللي يحصل له؟ عمالة تقرب لحد ما توصل تقريبا تكون عموديها على خط الشط. بتاخد الشكل ده بشونسي، بتغير الاتجاه لحد اما الموجه تبقى في الاخر عموديه على خط الشط، اهي عمود على خط الشط، عمود على خط الشط، عمود على خط الشط. وطبعا الانكسار ده هنتكلم عنه بالتفصيل الممل للسكشن الجاي. حد عنده مشكله في تعريف الانكسار؟ لا تمام يا ريس. لو في مشكله بس بالله عليكم عرفوني، قول لي يا باشمهندس انا عندي مشكله، انا مش فاهم ده، قول لي انا ما عنديش مشكله. نكمل نكمل. يبقى في مشكله في الشولينج والريفراكشن، ندخل في اللي بعد كده اللي اسمه الديفراكشن. الديفراكشن يعني الانتشار، ديفراكشن يعني انتشار. تمام؟ ايه تعريف الانتشار؟ تعريف الانتشار ببساطه جدا، هي ظاهره بتحصل لما يبقى في حاجز، سواء حاجز طبيعي او صناعي، يعني جزيره في ارض في وسط البحر او حاجز انت عامله. طيب ايه اللي بيحصل للموجه؟ بيقول لك الموجه بتنتقل، طاقه الموجه بتتحرك عرضيا على امتداد قمامها. هنعرف يعني ايه كريست، وهنعرف يعني ايه اورثوجونال السكشن. انا مش عايز ادخل في تفاصيل معقده السكشن ده، لان السكشن ده تافه جدا، اسهل مما تتخيل. انا بس يهمني التعريفات، انك تبقى التعريف في دماغك، وانا كده كده هشرح التعريفات تاني بعد العيد. انا عارف ان انتوا هتقولوا لي بعد العيد واكلين كحك وبسكوت وبطنكم قدامكم 3 متر، وهضطر اشرح الكلام ده تاني، انا عارف. استاذنكم بس هرد على التليفون ده. الو السلام عليكم. ماشي ماشي تمام. يبقى هي ظاهره انتشار طاقه الموجه عرضيا على امتداد قمامها، وذلك لتعرض الموجه اثناء تقدمها الحاجز، سواء كان حاجز طبيعي زي ما قلت لك او حاجز صناعي زي جزيره. طيب ايه اللي بيحصل؟ ده بيغير من ارتفاع الموجه. ده بالعكس، انا عايز اقول لك ان في حواجز الامواج ارتفاع الموجه ممكن يكون بره الحاجز 5 متر وجوه الحاجز 50 سم، وبالتالي اي حاجز هيسبب لي ان اللي يحصل انخفاض في ارتفاع الموجه. اهو بيقول لك في منطقه ظل هذا الحاجز حاسس ان ارتفاع الموجه يقل كلما ابتعدنا عن راس العائق، ويسمى معامل الانتشار كي دي، يعني coefficient of diffraction. بص الصوره دي، ايه اللي حصل في الموجه؟ الموجه كانت جايه جميله جدا وماشيه، الله ينور. ايه اللي حصل لما قابلت حاجز صناعي؟ حصل انتقال لطاقه الموجه في اتجاه عرضي. ده بيعمل ايه؟ بيخلي ان كل لما بتبعد عن الحاجز ده، عن راس الحاجز، خد بالك ده اسمه راس الحاجز وده اسمه راس الحاجز، بص المسافه دي، المساحه دي كلها يا جماعه اسمها ظل الحاجز. ليه اسمها ظل الحاجز؟
لان المساحه دي الحاجز بيغطيها. تمام، كل لما تبعد عن راس الحاجز وتدخل جوه زوج الظل الحاجز ده، ارتفاع الموجة عمال بيقل. انا عايز اقول لك ان ارتفاع الموجة ممكن يوصل هنا ل 20 و 15 سم. طيب ده يبان في الطبيعه ازاي؟ زي ما انت شايف كده، ادي حاجز اهو وادي حاجز اهو، واعتقد الموضوع باين. انا يعني شايف الرسم اللي انا رسمه واضح قدامك، تشوفه بعينك اصلا، شايف الموجة جايه ازاي وايه اللي حصل لها لما دخلت جوه الحاجز. بدات تنتقل عرضيا تقريبا هنا وهنا، ما عادش في موجه اصلا، الموجه بيبقى ارتفاعها بسيط جدا. وده الشكل لو انا كان في ايلاند، ايه اللي حصل؟ شايف الموجه كانت جايه ايه اللي حصل؟ ان الموجه انتقلت طاقتها ارضيا زي ما انت شايف كده. حد عنده مشكله في تعريف الديفراكشن يا جماعه؟ هو ظل الحاجز ده اللي ورا الحاجز على طول؟ ايه؟ ظل الحاجز ده، ظل الحاجز اللي هو ورا الحاجز على طول يا محمد. بالظبط، يعني لو انا جيت ارسم هنا، بص ارسم خط مستقيم كده وخط ده عشان الحاجز هنا افقي، ويبقى ده اسمه ظل الحاجز. وهنعرف ده الفيزيكال اللي فتح اللي جاء محمد لما اجي اتكلم في الديفراكشن. طيب لو كان حاجز مايل برضو، لانك لازم تسال السؤال ده. بص الحاجز لو مايل ودي زاويه وده الرياح، يعني ده انا عامل حاجز مايل عشان يقاوم الرياح، مد الخط ده على استقامته ويبقى ده اسمه ظل الحاجز. تمام، هنعرف ده مع بعض برضو بالتفصيل السكن الجاي باذن الله. لحد ما انا واقف هنا يا جماعه، حد عنده اي مشاكل في حاجه مش واضحه؟ تعريفات فيها حاجه مش واضحه؟ نكمل. ريفلكشن، ريفلكشن يعني انعكاس. اعتقد ان انا عندي خمس ظواهر بيحصلوا، الريفلكشن ده رقم اربعه منهم. يعني انعكاس، بقول لك والله موجه ساقطه على حاجز معين فارتدت، فطبعا الموجه اللي ساقطه هيبقى ليها طول موجي وارتفاع معين، والموجه المرتده هيبقى ليها طول موجي وارتفاع معين. طيب معامل الارتداد ده اسمه ار، زي اللي قدامك ده. بيقول لك انكومينج سي ويفز قابلت حاجز امواج، الموجه ارتدت بقت ريفلكتد سي ويفز. طبعا ارتفاع الموجه دي غير ارتفاع الموجه دي. بالنسبه كبيره الريفلكشن مش هندرسه، احنا بنسبه 90% هندرس مع بعض اربع حاجات بس: شولينج، ريفراكشن، ديفراكشن، بريكنج. بس حتى لو درسنا الريفلكشن فهو سهل والدنيا تمام، يعني ما تقلقش منه. اخر حاجه هي البريكنج. بيقول لك البريكنج ده بيحصل امتى، او التكسر؟ بيقول لك ان التكسر بيحصل نتيجه ان سرعه جزيئات الميه بقت اسرع من سرعه الموجه نفسها. يعني يعني بص، دي سرعه جزيئات الميه ودي سرعه الموجه نفسها. اللي بيحصل ان نتيجه سرعه جزيئات الميه اكبر من سرعه الموجه نفسها، بيحصل فقد كميه كبيره جدا من الطاقه، فالموجه تحصل لها ايه؟ يحصل لها تشتت زي ما انت شفت كده في الجزء اللي في الاول ده. تمام، بيقول لك ان كل التحولات الموجه الثانيه اللي فاتت، سواء كانت انعكاس عدل انعكاس اسف، يعني بيقول لك كل التحولات الموجه سواء كانت ديفراكشن، ريفراكشن، شولينج، كلها بتوصل الموجه من المياه العميقه للمياه الضحله عادي جدا. طيب ايه اللي بيحصل قبل الشط على طول؟ اللي بيحصل قبل الشط على طول بيحصل ارتفاع موجه مفاجئ زي ما انت شايف كده، اللي هو ده نتيجه ايه؟ نتيجه الطاقه توم رو جي اتش تربيع. الموجه بيحصل لها ارتفاع مفاجئ جدا، الاتش بتزيد بارتفاع كبير جدا، فيحصل فقد جزء كبير جدا من الطاقه. لما الموجه تفقد معظم طاقتها تبدا الموجه يحصل لها تشتت، اللي هو الجزء اللي قدامك ده. طب بيقول لك بيفقد، بيبقى بيحصل ارتفاع الموجه بشكل كبير جدا ويحصل تشتت الطاقه بعد كده، تشتت الموجه بعد كده نتيجه تشتت جزء كبير من الطاقه بتاع الموجه. كانت طاقه الموجه يا جماعه كانت بتساوي ايه عشان افسرها لك؟ توم رو جي اتش تربيع. لما اتش تزيد اللي يحصل ان الاي تزيد، خد بالك الاتش لو زادت واحد الفقد في الطاقه بيزيد الدبل لانها اتش تربيع. فلما اتش تزيد جدا الفقد في الطاقه يزيد جدا، فالموجه ما تبقاش مستقره، الموجه ما تعرفش تسيطر على نفسها. طيب لما الموجه ما تعرفش تسيطر على نفسها بتتلتت بالقرب من الشط، وبنوصل للمنطقه بتاعه التكسر دي بنسميها منطقه التكسر، وليها اصلا اكتر من منطقه، حاجه اسمها البريكنج زون، حاجه اسمها منطقه الانغماس. الكلام ده هنعرفه مع بعض قدام ان شاء الله،
وهنعرف معامل اسمه كي بي او البريكنج كوفيشنت، وهنقدر نحسب مع بعض الاتش بي او العمق اللي بيحصل عنده تكسر، والدي بي الاتش بي اللي هو الارتفاع الموجه اللي بيحصل عنده تكسر، والدي بي اللي هو ارتفاع عمق الميه اللي بيحصل عند التكسر برضو. ده هنعرفه بعدين مع بعض باذن الله. تمام. يبقى التكسر ببساطه جدا موجه ارتفاعها زاد بمقدار كبير جدا، فالموجه فقدت جزء كبير من الطاقه فتشتتت، فانا مطلوب مني احسب الكي بريكنج اللي هو معامل التكسر، واحسب عمق اللي بيحصل عنده التكسر، واحسب ارتفاع الموجه اللي هيحصل عند التكسر. ده الشكل اللي بيحصل قبل ما الموجه تتكسر على طول، وكلنا بنشوفه طبعا في البحار. حد ما انا واقف فينا يا جماعه، حد عنده اي مشكله في السكشن؟ في حاجه مش واضحه؟ هو التكسر ده بس لحسن الكلام اللي بتقوله الفندس تقريبا غير المكتوب شويه، او انا اتلخبطت لما انا غير المكتوب. هو المكتوب محتاج يتمحور شويه، فاكتب التعريف اللي انا اقوله. ايوه. ارتفاع، الارتفاع بتاع الموجه بيحصل له زياده مفاجئه جدا. طيب لما يحصل ارتفاع زياده اللي يحصل في طاقه الموجه، ما تجيش بالك بالكلام اللي انا قلته اكتبه. اللي يحصل طاقه الموجه، الطاقه اللي المفروض طاقه تشتت الموجه اللي بيحصل لها، الفقد في الطاقه بيزيد. ليه الفقد في الطاقه بيزيد؟ لان طاقه الموجه بتساوي توم رو جي اتش تربيع. تمام. انا بقول لك ان طاقه الموجه اللي هي مكتسباها 50 ماشي سلمي، والطاقه اللي هي اثرت عليها 100، ايه اللي يحصل في دول؟ الفرق ما بين ال 150 يحصل فين؟ الطاقه بتاعتها كانت 150 وفقدت 100. الطاقه بتاعتها كانت 50 تمام؟ فجأة طاقتها وبقت 100، ايه اللي يحصل؟ افهمك تاني يا سلمي، انت قدرتك 50 تمام؟ اثر عليك قوه خارجيه خلى قدرتك توصل ل 100، ايه اللي هيحصل مره واحده من 50 ل 100؟ والله الجاما والاتش ثابتين، فاكيد الاتش هي الجاما والجي ثابته، الاتش هي اللي زادت. الرو دي ثابتين والاتش هي اللي متغير صح؟ تمام. الاتش زادت بمقدار كبير جدا، فالموجه بيحصل لها حاجه اسمها عدم استقرار. تخيل انت كنت 50 وكنت معتدل، ده كان اللي هو الرينج المعتدل بتاعك، وبقى 100. عارف مثلا اللي هو السوبر هيروز، ما كنت انسان مستقر وفجاه بقيت غير مستقر، بيقول لك نتيجه ان الموجه ارتفاعها زاد بمقدار كبير، وبالتالي الطاقه بتاعتها زادت بمقدار كبير، وهي كانت مكتسبه طاقه صغيره، فبيحصل عدم استقرار للموجه. طيب عدم الاستقرار ده الموجه تعمل فيه ايه؟ بيقول لك الموجه ما بتقدرش تسيطر على نفسها، فيحصل لها تكسر، الموجه كلها بتتشتت قريب من البحر. بس يا باشمهندس ايه اللي هيدي طاقه للموجه؟ ما هو يا حبيبي هتعرف دلوقتي واحنا شغالين. هنعرف دلوقتي لما نيجي نتكلم في الشولينج، عشان انا قايل لك انا عندي كام حاجه بتاثر. ثلاث معاملات، انتشار، انكسار، وشولينج. دول بياثروا على ارتفاع الموجه. والله لو ارتفاع الموجه قل الدنيا تمام وزي الفل ومش هيحصل اي مشكله، لان اصلا ده العادي ان الموجه وهي ماشيه بتفقد طاقة. طب ما تفقد طاقة اللي تقل، مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام. طيب لما الموجة فجأة تلاقي الموجة الارتفاع بتاعها زاد جدا، هي مفروض بتفقد طاقة، ايه اللي جاب لها اكتساب الطاقة ده؟ اللي هي المعاملات التلاتة اللي اتكلمنا عليهم. فنتيجة التلات معاملات دول بيحصل حاجة اسمها عدم استقرار للموجة. عدم استقرار الموجة يخلي الموجة تحصل لها تشتت مرة واحدة. كده كده يا محمد الجزء ده هشرحه بالتفصيل. انا مش عايزك، عشان كده انا قلت اللي يهمني النهارده الشولينج، ان ده هيتشرح بالتفصيل ممل بالرقم، وعرفك ازاي الموجه ما بتبقاش مستقره بس في الجزء بتاع البريكنج. تمام. هشرحه بالتفصيل الممل، كده كده هشرحه في درس لوحده. تمام. اللي يهمني النهارده من الدرس هو الشولينج. الشولينج زي ما قلت لك هي عباره عن ايه؟ تأثير قاع الشط، قاع البحر يعني، على خصائص البولك. امتى بيأثر؟ بقولك والله يا جماعة لو كانت الموجة جيالي عمودية على الشط ومفيش اي تأثير للاتجاه، في الحالة دي اللي بيحصل لو جينا نرسم قطاع طولي هيبقى الشكل عامل كده، فيبقى اللي داخل تأثيره بس هو تأثير ايه؟
عمق المجرى المائي، عمق القاع بتاع الشط. يبقى في الحالة دي بدال تأثير العمق والعمق فقط اللي ظهر بنسمي ويف شولينج أو تأثير الضحولة. طيب بص بقى سلمي، بيقولك إن القدرة هنا هتساوي القدرة هنا، قدرة الموجة هنا بتساوي قدرة الموجة هنا. طيب قدرة الموجة هنا قبل ما ندخل للترانزيشن كانت بتمثل لي إيه؟ قدرة الموجة في الديب ووتر، وقدرة الموجة بعد ما دخلنا في الديب في الترانزيشن بقى اسمها إيه؟ قدرة الموجة في المنطقة الانتقالية أو الضحلة. طيب يبقى الـ ECG واحد طبقا للقانون بتاع، يعتبر اللي هو قانون بقاء الطاقة، بيفضل الطاقة القدرة بتاع الموجة ثابتة من هنا لهنا. قلت لك لما الطاقة بتزيد بيحصل عدم استقرار وبيحصل تشتت. طيب تعال نطبق الكلام ده، بيقول لك ان الدلتا اي سي جي بتساوي صفر، بمعنى ان عندك القدرة هنا بتساوي القدرة هنا. طيب لو القدرة هنا بتساوي القدرة هنا يبقى الاي سي جي واحد بتساوي الاي سي جي اتنين. طيب الاولاني كان فين؟ الاولاني كان في الديب ووتر، يبقى الاي نوت سي جي نوت بيساوي الاي سي جي. طيب الاي اصلا بتساوي ايه؟ توم نيرولوجي اتلس نوت كولي تربيع. طيب الايه الثانيه؟ توم نيرولوجي اتلي تربيع. طيب ما الطير الرولوجي مع بعض والتمن مع التمن، يبقى لك ايه؟ ان الاتل بتساوي اتل نوت جذر السي جي او على السي جي. السي جي او بتمثل لي الجروب سيليريتي او الجروب فيلوستي ان دي بوتر، السي جي بتمثل لي سرعه جروب او جروب سيليريتي، سرعه المجموعه عند العمق المطلوب حساب ارتفاع الموجة عنده. تاني، سرعة المجموعة عند العمق المطلوب حساب ارتفاع الموجة عنده. تالت، سرعة المجموعة عند العمق المطلوب حساب ارتفاع الموجة عنده. طيب السيلي ده يا باشمهندس، الاتلي ده لازم تكون فين؟ لازم تكون يا في الترانزيشن يا تكون في الشالو ووتر. طيب السي جي على السي جي ده بنسمي المعامل ده اسمه كيشولينج اللي انا لسه متكلم عليه من شويه. الدكتور هتلاقي اداكوا قوانين كتيره جدا ليه؟ بدلاله يا باشمهندسين، بدلاله السي جي والسي. طيب ما السي جروب دي بتساوي ايه؟ ان في سي، ودي بتساوي ان في سي. ان في الديب ووتر بنص، يبقى ايه؟ نص في السي على الان في سي، يبقى ده اول قانون. طيب ما السي جروب دي السي بتساوي ايه؟ اللي على تي، يبقى انا اقدر اقول نص ال نوت على التي، واقدر اقول تحت ان في ال ال على التي. طيب ما التي ثابت يبقى نص ال نوت على ان في ال. انا بس بعرفك ان القوانين اللي الدكتور ادالك كلها جايه من القانون ده، الموضوع مش محتاج ان انت تعصب نفسك. طيب في الاخر اصلا انا هعمل ايه؟ افتح لي الكتاب صفحه اللي هو الكتاب المنحنيات. تفتح يا ابن الكتاب صفحة 6. بص بقى عايزك تركز معايا، الله يبارك لك، لان ده مهم جدا. اول حاجة في الجدول كانت بترمز ليه؟ عايز حد يجاوب معايا. انا دي على الالينور كنا نعرف منها احنا في انهي. طيب ركز كده معايا محمد، التالت خانة بتمثل ايه؟ دي على ال اللي احنا في نفس الحالة اللي احنا فيها، يعني اللي احنا عايزينها اللي هي عند العمق اللي انا بحسب عنه بالظبط. طيب تعالى نشوف الجد القيمة اللي قبل الاخير بتساوي ايه؟ 2 كدي على ساينش 2 كدي. طيب اصلا ال ان كانت بتساوي ايه؟ ال ان بتساوي نص 1 زائد 2 كدي على ساينش 2 كدي. يعني لو خدت المعامل ده جمعت عليه واحد وضربته في نص يبقى انا جايب ال ان. تمام. انا عايز اركز اخر حاجه اسمها ايه؟ انا اصلا لما فتح الجدول بس اللي انت قلته مش مركز معايا. صفحه 6 يا محمد. قانون ال ان في صفحه 3. قانون ال ان في صفحه 3 هتلاقي موجود الجروب فيلوستي، هتلاقي ال ان بتساوي نص افتح قوس 1 زائد 2 كي دي على ساينس 2 كي دي. تمام.
فدي على الالي نوت ده اللي انا بدخل بيه. ادخل بيه ليه؟ لان خلاص بقيت في الترانزيشن عشان اجيب الدي على ال، اجيب قيمه الدي على ال معايا دي، يبقى انا جبت ال ال. وادخل اجيب 2 كي دي على ساينش 2 كي دي، بدخل اجيبها ليه برضو؟ بجيبها عشان اجيب ال ان، ان بتساوي نص في 1 زائد 2 كي دي على ساينش 2 كي دي. لو جبت المعامل ده جمعته على 1 وضربته في نص يبقى انا جبت معامل ال ان. طيب اخر حاجه في الجدول، لكن ايه؟ قول لي كده حمد اسمه ايه اللي هو الكيس؟ الكيس ده يا جماعه هو ده تيورينج كوفيشن. يبقى انت محتاج تحسب اصلا بالقوانين، او انت محتاج تعرف القوانين، مش محتاج القوانين في حاجه، لان انا بدخل بدلاله الدي على الالي نوت واجيب الكيس اصلا على طول، واضرب معامل الكيس في الاتش نوت اجيب قيمه الاتش عند العمق اللي انا بحسب عنده. وصلت يا جماعه ولا الدنيا لسه مش واضحه؟ الرقم مش موجود في الجدول يا باشمهندس، بجيبه بالتشابه كده. بالتشابه برضو يا طارق، نفس الفكره اللي احنا عملنا فيها في اول سيكشن. في حد عنده مشكله يا جماعه في الجزء بتاع النهارده؟ واحنا كده خلصنا ولا ايه؟ خلصت والله، فاضي الحل للمساله. ما بقول لك النهارده شولينج بس، انا هشرح ان انا ازاي اجيب في اس وازاي اجيبها من الجدول واعوض ازاي. بس انا عايزك بقى تركز معايا محمد كده، وعايزك تركز جامد. انا عايزك بص تشوف لي قيمه الكي اس اللي بيحصل فيها من تحت لفوق، يعني هات لي من اول نص لحد ما توصل لصفر. الكرامتها بتقل شويه بعدين بتزيد، قلت 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 قلت، وبعد كده بتزيد عند كام؟ بعد كده ثانيه بتبدا تزيد عند رقم ايه؟ 15% تقريبا. لا استنى، 15% ده اللي هو قدامك ده. ركز معايا كده حمو معلش، ده ديب ووتر. عند الديب ووتر هات كده عند الدي على ايه اللي بتساوي نص، قبل النص بتساوي كام الكيس؟ 1. تمام مظبوط كده، مظبوط. يبقى بدايتي تبقى كام؟ 1. وادي البيك اهو، بص اللي هيحصل. يبقى انا بدات منين؟ عنده 1. وبعد كده ايه اللي بيحصل في الكيس؟ الا لو انت توصل بوينت 9، بوينت 9.1 تبدا تزيد لحد ما توصل لايه؟ لتقريبا ما لا نهايه عند الصفر. مظبوط ولا مش مظبوط؟ تمام. الرسمه اللي قدامك دي، دي الرسمه اللي بتمثل لي معامل الشولينج بالنسبه للموجه اللي بتتحرك من الديب ووتر للبيك. الكي اس بتقل وبعد كده بتزيد عند معامل معين، وبعد كده توصل عند الشط تقريبا ما لا نهايه. الموتر نفسي بالنسبة لي. حد عنده مشكلة يا جماعة في الشرح بتاع النهاردة؟ في أي حاجة مش واضحة؟ تمام تمام يا ربيع، الدنيا تمام ولا في مشكلة؟ أنا الحرارة قطعت عندي من نص السكشن ولسه جاي حالا. ده أنت جاي بتاع شوف بقى... يبقى اسمع الفيديو هسمعه وأعمل إيه؟ هسمعه علشان ما رددش تخلينا بعد فطار يا ربيع. قلبك قوي يا ده لازلم والله. ربك بيجازينه. بيقول لك انا خفت دايركشنال. خلاص بقى يا عم عايزين نحل بقى، ما تخليش اجي ازعلك. تخليني احكي مشاكلي مع الحراره بتاعتي يا عم. ما هنحكي مع بعض كلنا ان شاء الله بعد ما نخلص السكشن. زي دايركشنال انا بس عايز اخلص، عشان والله انا عارف ان انتوا اصلا السكشن الاضافي ده بيبقى هم تقيل على قلبك، بس انا عشان ابقى واقف معاك، انا كده واقف مع الدكتور. الدكتور بكره هيديك معاملين، انا هاجي بعد الميد تيرم هديك سكشن اضافي برضو، بس هيبقى الدنيا هدت شويه معاك. احنا كده واقفين زي ما الدكتور واقف بالظبط يا جماعه. مش ميد تيرم بقى بعد العيد؟ بعد العيد ان شاء الله. انا والله كنت بفكر اديكم في العيد، بس عشان محمد ربيع سحب عليا وما رضيتش اديكم في العيد. انسى موضوع العيد ده، انسى والله العظيم. انتوا شخصيات قذره. انا المفروض انا اللي اقول لكم لا، يعني المفروض اخد اجازه، انا ما مش عارف اخد اجازه اصلا. خد لك اجازه من يومين في الماجستير. لسه خمس ايام اجازه يالا من اسبوع يا ابني. وايه يعني اما ناخد تاني؟ انتوا انت عارف الترم كله 50 يوم، انت واخد فيه 10 ايام او 15 يوم اجازه، مش فاهم ايه الترم ده بصراحه. زي ريكشنال ويف سبيكترم سي. نحل السؤال بعد كده نشوف المشاكل بتاعتكم. بيقول لك ان موجه بتتحرك في بحر شور وورد في اتجاه الشط، اس كاركترستيك دويس، يعني بتتميز ب سيجنيفيكانت ويف هايت اتش ب 3.2 متر ان ديب ووتر، ا بيك بيريود اللي هو تي
10 سكند المطلوب منك كالكوليت ذا ويف كاركترستيك خصائص الموجه 250 وعند 10 متر. ركز معايا ايه الخصائص اللي هو عايزها. هو عايزك تحسب لي ال عشان بس في اللي تبقى عارف. عايزك تحسب لي ال ال سي اتش اي بي تاني ال سي اتش اي بي اللي هو عايزك تحسب الطول الموجي سرعه الموجه الويف هايت اللي هو ارتفاع الموجه اي اللي هي الانرجي والباور فلوكس. تعال ازيك يا عمو؟ ازيك يا عمو؟ ازيك يا عمو؟ حبيب ما انتوا يعني اخليه يديكوا صفر دلوقتي تديلهم صفر؟ لا خليك محضر خير. تمام؟ انا هطلب نفسي بس يا جماعه هعمل ايه؟ قول لهم ايه خطوات الحل؟ يلا نلعب بينا المسألة دي نفس المسألة اللي كنا بادئين بيها تقريبا. هو عارف اللي بيحصل. هو أول مرة حد يكلمه بالبتاع ومش فاهم اللي بيحصل دلوقتي. ساحر يلا جايب لك واحد. عمال يضحك بس. قول له ازيك يا عمو؟ ازيك يا عمو؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ما تقول له يا ابني كويس يا ابني. الحمد لله حبيبي، أخبارك ايه؟ حسيت ضوافرك؟ اسمع العم بالك الواد ده لسه يعني بنعلمه النوت فنستمكوا دلوقتي. المهم هنعمل ايه؟ نبدأ نشوف خطوات الحل. خطوات الحل يا جماعة اكتب كده نفس خطوات حل حساب خصائص الموجة في الباب الأول. انزل لماما تعال نروح لماما. طب خلاص يا ماما ماشي خليك قاعد على رجل عمو لحد ما ماما تيجي. هنبدأ نحسب خصائص الموجة بنفس خطوات الحل بتاع الباب الأول. كنا بنعمل ايه في الباب الأول؟ كنت بشوف أنا فين؟ أنا مديني أعماق فأنا محتاج أعرف أنا فين في الأعماق دي. فنعمل ايه؟ أول حاجة هنقول نحسب الـL نوت. قد ايه بتساوي 200 متر؟ هحسب الـL نوت. الـL نوت بتساوي ايه؟ احفظها بقى. هتلاقيها موجودة عندك في الجدول صفحة 4. روح لماما. هتلاقيها موجودة عندك في الجدول صفحة 4. ال L نوت بتساوي جي تي تربيع على 2 باي او تقدر تحفظها على طول بتساوي 1.56 تي تربيع. L نوت 1.56 تي تربيع التي ب 10 يطلع لي ال L نوت ب 156 متر. تمام؟ هجيب الدي على ال نوت. الدي على ال نوت ب 200 على 156 طلعت اكبر من نص. بدل اكبر من نص ايه اللي حصل؟ انا بقيت في الديب ووتر. يبقى كل خصائص الموجه ثابته هندسه. يعني ايه؟ يعني ال ال هتساوي ال ال نوت ب 156 متر. ال ال هتساوي ال ال نوت ب 3.2 متر. السي بتساوي السي نوت ب 156 على 10 ب 15.6 متر. السي جروب بتساوي السي جي بتساوي ان في سي ان هنا بنص ان في الديب ووتر بنص يطلع لك ب 7.8 متر على الثانيه. انا عايز احسب الاي. لو عايز احسب الاي اللي هتساوي ايه؟ تمن رو جي اتش تربيع. تمن رو جي ب 1.25 اتش تربيع ب 3.2 يبقى انا كمان حسبت الاي. لو عايز بص ايه في السي جي معايا السي جي 7.8 ومعايا الاي يبقى انا كده حسبت كمان الباور. تعالى نشوف اللي هيحصل. انا بص ده اللي واقف عنده وهنكمل معاكم بقى. هكمل معاكم حل. ايه اللي هيحصل؟ وطلع الكتاب معاك لان انا هحل هنا وانت. ايه اللي هيحصل لو انا اتحركت من دي بتساوي 200 للدي بتساوي 20؟ اكيد هبقى في الشلو. انا ما اعرفش ما ينفعش اقول انا فين. انا اللي هعمله هعمل ايه؟ هقول عند الدي بتساوي 20 ال نوت بتساوي 156 يبقى 20 على 156 تطلع بكام؟ حد يحل معايا. هي 156 مش 200 يا ابني. 156 ايه؟ انا قلت لنا 156
هتطلع اقل من نص. انا ما يهمنيش كام دلوقتي، اقل من النص. يعني انا فين يا بوينت 12 دي بوت مظبوط ولا مش مظبوط؟ هبدا اعمل ايه بعد ما انا بنوت ان دي بوتر؟ هبدا احسب الدي على ال نوت اكزاكت. احسبها لي كده يا محمد وقول لي الرقم يطلع بكام. بوينت 13 من 100 كام؟ بوينت 13 او بوينت 1 2 8 تمام. بعد ما احسب الرقم اللي انت جبته ده ب 13 من 100 اروح احسب ايه؟ اروح دي على ال دي على ال اجيبها منين؟ من الجداول. افتح لي الجدول بقى ودور لي على 13 من 100 بوينت 1 6 7. لا انا عايزك بص يعني هنا ايه ندخل نجيب كل حاجة. ماشي. وانت 1 6 7. صح؟ تمام. ده أول حاجة. طيب. معامل الـ N عشان أحسب الـ N. اللي هو الـ 2 كي دي مش عارف إيه كده. بوينت 5 2 4. وانت كم؟ 5 2 4. وانت 5 2 4. اخر حاجة اللي هو كيس بوينت 9 1 7. بوينت 9 1 7. انا بس بعرف انا بحل معاك اهو الموضوع. خلاص انا جبت دول، ايه اللي يحصل؟ ادخل اجيب ال 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 هيساوي كام يا باشمهندسين؟ اديه على ال بوينت 1 6 7 اديه بكام؟ ب 20. اقسم 20 على بوينت 1 6 7 او 20 على بوينت 1 6 7 يطلع بكام؟ ايه الجداول اللي كنا فيها صفحة؟ ايوه محمد دي الجداول اللي هي صفحة 6. صفحة 6 بكام يا سلمي؟ ب 119 بوينت 76. 119 بوينت 76 بوينت 76. خد بالك الرقم ده اللي بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. يبقى انا شغال صح ولا مش صح؟ لا شغال صح. لان الطبيعي ان ال تزيد ولا تقل؟ طبيعي انها بتقل. يبقى انا شغال مظبوط. طيب لو انا عايز احسب ال HS هتساوي ايه؟ HS لحظه دي تولينج ال H نوت يبقى هتساوي 3.2 من 10 في كام؟ 9 1 7. يبقى الناتج يطلع معاك بكام؟ ب 2.93. 2.93 وده يبقى هو الاتش عند العمق اللي هو بيساوي 20 متر. طيب لو عايز احسب السي في الحاله دي، السي هتساوي اللي على التي اللي كانت بتساوي 119 167 على 10 يطلع معاك بكام؟ ب 11.9 متر على الثانية. طيب لو عايز احسب ايه؟ التي هتفضل ثابتة؟ التي ثابتة دايما، انا قلت الكلام ده ومش هيتغير لحد اخر الترم. تمام. لو عايز احسب السي جروب بتساوي كام؟ ان في سي، احسب كده لان يا محمد الرقم اللي انت جبته اجمع عليه واحد واضربه في النص يطلع معاك بكام؟ الرقم اللي انا جبته اللي هو كان بوينت 5 2 4. تمام. اللي هو بوينت 5 2 4 بالظبط. بوينت 7 6 2. بوينت كام؟ 7 6 2. ده طبيعي على فكرة يا جماعة. ليه طبيعي؟ لأن إن بيساوي نص في الديب ووتر وإن بتساوي واحد في الشالو ووتر، يبقى ما بينهم إن عمالة بتزيد. فهي فعلا زادت عن النص، يبقى أنا كده تمام. اضرب بوينت 7 2 6 في 11 97 يطلع الناتج 11 67. طبعا لو انا بقى عايز احسب بقيه المعاملات اللي هي ايه بالنسبه لي؟ هو هيطلع 8.89. لو انت عايز تحسب بقيه المعاملات لا ثانيه البي هيطلع يا ريس الرقم اللي تحت مش مظبوط يا ريس. سلم يا جماعه اللي مديه الارقام انا ماليش دعوه. هو اكيد كان بفكرك مش لسه الرقم ما كانش بيقول لك الناتج كان 9.12.
9 كام؟ بتساوي 9.12 1.2 تمام؟ كده انا جبت ايه ربيع؟ جبت السي جروب ده. لو انا عايز احسب الايه؟ توم نيروجي اتلي تربيع الاتلي اللي عندي الجديدة فين؟ اهي عايز احسب البي ايه في السي جي معايا الايه حسبتها السي جي حسبتها يبقى انا كده خلصت عند عمق بتساوي 20 متر. طيب تعالى لما نشوف عند عمق بتساوي 5 متر ايه اللي هيحصل؟ عند عمق بتساوي 5 متر الايه اللي نوت بتتغير؟ ما تفكرنا كده هندسه ليه يا شباب بقانون البي والرو في جي دي كنا بنقعد عنها بايه؟ رو دي كنا بنقعد عنها بواحد 25 من 1000. والوقت سلمي كان سأل سؤال مفروض انك بعد ما بتجيب الاي الكلام ده ليكوا كلكوا بعد ما بجيب الاي بضرب في 10 عشان احولها لكيلو نيوتن عشان الوحده تكون بالوات. يبقى انا جبت الرو جي 1.25 من 1000 في اتش تربيع في التوم الرقم اللي بيطلع ده بضربه في 10 الرقم اللي بعد لما بضربه في 10 ده اهي اهي عشان الناس ما تتلخبطش. يا محمد اكتبها لك اهو في القانون عشان لما ابعت لكم البتاع توم رو جي اتلي تربيع صح؟ انا بس عايز اغير الاتلي بفكرني ان انا غير الجي جي اتلي تربيع ايا كان بقى اتلي ايه يعني انت لو انت عايز تحسب هنا فهي هنا مفروض تكون ايه؟ اتش او تربيع تمام؟ كنت بقعد بايه؟ ادي تمن مضروب في 1.025 مضروب في 3.2 كل تربيع. شوف النتيجة يطلع كده يا جماعة محمد معلش هيبقى 1.312 1.31 صح؟ ده ايه؟ طن ده الرقم ده يا جماعة بضربه في 10 عشان احول الكل نيوتن ليه؟ عشان لما اجي اجيب الباور فلوكس بتساوي ايه؟ البي بتساوي احنا بتشتغل اتش ولا انا دلوقتي في الديب ووتر يبقى اتش نوت تمام تمام انما لما ادخل جوه بص يا محمد عوض بيتش في المكان اللي انت بتشغل فيه تمام 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 ادي السي جي بتساوي ايه اي اللي هي 13 1 13 1 مضروب في اللي هي 7.8 ده كده الناتج يطلع بوات. نفس الكلام يا جماعه انت بتشتغل عند الريت اللي انت شغال بيه. طيب لو قلنا دي بتساوي 5 متر اللي النوت هل بتتغير؟ ما بتتغيرش. يبقى نفس الكلام 156 يبقى 5 على 156 تطلع بكام؟ بوينت 032 بوينت 032 يبقى في الحاله دي الدي على ال تطلع بكام؟ هتلاقيها موجوده فين؟ دي المفروض مش موجوده في الجدول هتلاقيها موجوده ما بين الاثنين ما بين الثلاثه من 100 وال 35 من 100 هي في النص بالظبط هي في النص بالظبط فهتاخد المتوسط بتاع الدي على ال الاثنين اللي هي هتاخد متوسط بوينت 0713 وبوينت 0775 طلع معاك كام يا سلمي؟ 7 يساوي بوينت 0744 4 ومعامل ال ان يطلع بكام؟ بنفس الطريقة وكيس بنفس الطريقة طبعا المعامل ال ان بيساوي بوينت 868 بوينت 868 وكيس كيس هيطلع ببوينت ايه ده
والتي اس ازاي الفرق كبير قوي كده 0.09 وبعدين 1.13 مش الفرق كده كبير؟ ايوه حبيبي ماشي، ما انا عارف ان هو فرق كبير، ما هو ده اللي بيحصل اصلا في الموجب. انت لو شفت الرسمه بتاعه هتلاقي الفرق زاد مراحل. يا 0.61 0.61 ايه يا زكي؟ ده 1.09 ودي 1.06 يعني 1 بوينت. اه معلش انا شفتها، انا افتكرتها بوينت على طول، معلش جدول شكله غريب. انا عشان كده عشان كده بقول الفرق كان كبير، هي بقى هتبقى 1. لا لا هو كده 0.1075 هتطلع الرقم ده. خلاص يا جماعه جبت كده ايه، جبت الدي على ال، هقسم 5 على المعامل اللي انا جبته، هقسم 5 على 0.0744 اجيب كده ال ال تطلع معاك ال بكام؟ لا طبعا ال ال هتلاقيها عماله بتقل، طلع ب 67.2 اقل من 119 واقل كمان من ال 156، يبقى انا شغال صح. الكي اس في الاتش نوت، الاتش نوت ثابته، الكي اس عندي بكام؟ 1.11 في الاتش نوت، 1.075 مضروب في 2 و3 فهتلاقي ده يطلع كام؟ 3 وكام يا سلمي؟ هو الشير ويف من عندي عند الفل. حد حاول يشعل تطلع كام ده؟ الحسبة تاني بس كام؟ 3.2 2 في 1 75 من 1000 70000 تطلع ب 3.44 3.44 طبعا انا مش هجيب الاثنين دول خلاص، يعني دول معروفين، هيبقى ده ب 67.2 ويبقى ده 6.7 وانا عايز اقول لك ان الان لو انت حسبته يا سلمي هتلاقيه طلع معاك بواحد او قريب من واحد جدا، ممكن يطلع 99% مثلا. احسبه كده وجرب. اللي انا قصده يا جماعه هنا الاكل مع هناك في الترانزيشن كان 3.44 وهنا الاكل مع هناك في الترانزيشن كان 2.93 وهنا الاكل في الديب ووتر كان كام؟ 3.2 معنى كده ان الاكل ملهاش قيمه ثابته، ما ينفعش اقول ان الاكل بتزيد او بتقل. اكل في الترانزيشن او في الشالو ممكن تلعب ما بين الزياده والنقصان، الثابت ان السي بتقل والال لازم تقل. تمام. الرقم اللي تحت ده 6.7 مش 6.17 6.7 اه تمام ماشي، عشان الملف يكون ما فيهوش غلطات. ماشي بساعدك برضه. حد عنده